على أقدامهم وقفت الحكومة الشرعية في وجه ميليشيا الحوثي، وحين بترت هذه الأقدام خلت الحكومة عنهم. ملفات مئات الجرحى في المقاومة والجيش تركتها الحكومة على رفوف النسيان. حكاية الجريح سليمان واحدة من مئات الحكايات التي تدور أحداث مأساتها بعيداً عن أنظار الجهات المعنية. عمل سليمان في نزع الألغام وتمهيد الطريق أمام تقدم الجيش والمقاومة ليدفع أطرافه ثمناً لذلك، وصار بين عينيه وبين العمى خيط رفيع، إذ فقد إحدى عينيه وأوشكت الأخرى على الانطفاء. ظل سليمان يبحث عن منحة علاجية لإنقاذ ما تبقى من نظره، ليحصل على واحدة إلى مصر وأخرى إلى الهند، ليشير الأطباء عليه بالسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية إسعافية ثالثة، إلا أنه وكجميع الجرحى تخلت عنه الحكومة. لدي إصابة معقدة، فقدت أطرافي وإحدى عيني، والعين اليسرى في بها بصيص أمل بنسبة 5%. عامان من النضال كجندي دفع حب سليمان لبلاده إلى الالتحاق بوحدة الهندسة العسكرية في مأرب، وهناك تعلم دورات مكثفة عن كيفية نزع الألغام وتطهير هذه الأرض من الموت الذي زرعته ميليشيا الحوثي على امتداد الخارطة. شارك في جبهات كثيرة في مأرب، ثم عاد إلى مدينة تعز حين قطعت الألغام خطوات العابرين في شوارعها. ولأن يديه لا تكفي لانتزاع آلاف الألغام المزروعة في المدينة، عمل سليمان على إكساب العشرات من الجنود خبرة انتزاعها في الوقت الذي كانت يداه لا تتوقف عن العمل في الميدان. كانت الألغام المنتشرة في أطراف المدينة أقوى من أطراف سليمان، إذ أوقف انفجار لغم خطواته الأخيرة. ليس سليمان إلا واحداً من مئات الجرحى الذين تركتهم الحكومة يصارعون الآلام على أسرتهم ويحملون جراحاً كبيرة وأمالاً أكبر في أن يأتي يوم وتلتفت الحكومة لمعاناتهم.